اللي كيقول انه هاد الوقفات اللي كيخرج لهم راه كيدعوا للفتنه كذا، شنو التعليق ديالك؟ نعم سبحان الله، هاد الكلمه ديال الفتنه كتكرر 20,000 الى نقول لك 100,000 مره في الفيسبوك. يعني هناك من يطبل ويزمر للنظام المستبد ويقول الفتنه الفتنه الفتنه. نحن لا نريد فتنه، نحن نريد تظاهر، تظاهر يعني حق يخوله الدستور ويتخوله كل القوانين والاعراف العالميه والدوليه. فاحنا ما كنضربوا محجار، ما كنهرسوا، ما كنسبوا، نحن نطالب فقط بحقنا في المساواه، في حقنا كمواطنين في العيش الكريم والعيش الفتنه الرقم. الفتنه هي نعيش ذي الظلم، نعيش ذي الحقره، نعيش ذي القمع، نعيش ذي الحرمان. انا انزاري وظن يظن هبن ثروات البلاد تشرن حقاني وذن تو مقارن الفتنه تانا نشين نفهم نغلي الفتنه. يعني ما غاس نفهم سن الفتنه شنو غنفهم. شفنا واحد الحمله هاد الايامات في الفيسبوك وفي الواتساب كتقول لا للفتنه كذا، شنو التعليق ديالك على هاد الكلمه؟ فعلا حنا ما نبغيوش الفتنه لبلادنا، ما نبغيوش الفتنه. يعني قالك الفتنه اشد من القتل، ما نبغيوهاش، ولكن بغاو تاخذ الحق ديالها. في نظرك انت هاد الخرجه اللي داروا هنا اليوم المغاربه، واش كتعتبر انها فتنه للبلاد؟ انا ما كنعتبرهاش فتنه للبلاد، لا ماشي فتنه اخويا، هذه يعني كنضامنوا مع خوتنا المسلمين، يعني مع المغرب كامل. ماشي انا ريفيه، انا ريفيه وراجلي من حسيمان ومن الناظور، ولكن حنا كلنا كنبقاو مغاربه. وما نكذبش عليك اولدي، يعني كان زعما بلادنا فيها حقوق الانسان وما فيهاش هذا الشيء ديال الحقره وهذا الظلم، حتى واحد ما غادي يجلس في اوروبا. بلادنا اولى بينا، حنا الديور ديالنا كيبقاو مسدودين تما عام عامين، ما كنمشيو لهمش حيت كيحقرونا بزاف. انا مراه كبيره مشيت للمقاطعه باش نخرج عقد ديال الازدياد، كيدير 2 دراهم، ومن حقي كمغربيه ناخذ عقد ديال الازدياد ديال لاكدونيسونس ديالي، كيديوني يجيبوني. زعما الحقره كاينه بزاف في بلادنا، ونتمنى ان شاء الله هذا الشيء ما يبقاش وبلادنا تزيد القدام والقدام والقدام. وزير المنبر الاعلامي نئيمي هو 24 تطارق زي المغاربه المغربيين تمغربيين اذمن عن الكالم، يعني اذمن عن الهدوء انسن. هذا يعني من الاحسن اتجن القضيه تاخذ المجرى العداله. انا يعني شي غنغطي قضيه العداله، العداله يعني تحقيق الناس، تحقيقات الناس لابد، هو يريد التحقيق شفاف. ما مش يمار وجديد محمد السادس نصره الله ذي الخطاب النص يسك كسي محمد حساد وزير الداخليه. فيعني نتمنى زق مغربيين تمغربيين وكسين شا رمواجه الفتنه من خلال قضيه هذه سيري القضاء اور الناس، لان خصوبنا تبان انت يعني تبان انت ضرب عاد الحوايج، يعني المسائل الاوليه يؤدى صدقا القضيه توقع ونتخلط شان الامور وان يشاء امواج الفتنه نشتموها نقضي الاستقرار. لان ربما حتى بالنسبه الظرفيه دي دويسه دقا نصدع مره، يجن الظرفيه ماشي من حيث مواطنك، انه مش خزار مره مش تباع من المغرب، يحسد على الاستقرار غاسي جنهارا، يحسد على ما وصل اليه يعني يقضي جميع النواحي سواء الاقتصاديه او الاجتماعيه. المغرب يصبح ذو الوجهان العديد من السياح. لان ما مش توريش كنخول وقفه يا يتفغن يودن، ما توريش كقشا كيسني غضض لقيا كذي وذين جنسي الميين ومينو ما مش نزل نهار نهار وقفت وغير سلمية. يعني التعليق نش ما مش توريش كي وذين غير فغن ذين لا للحقرة لا يونس، ما تعتبر انت تدعني الفتنة؟ لا يعني لا اعتبرها فتنه، تفضلتي لا للحقره لا اعتبرها فتنه، ولكن يعني يكفي ان تكسيد بعض الاشارات، تكسيد بعض العلامات دوك فوش النشفه، هذا يدل على انك تريد الفتنه كذلك. فهمت؟ لان نشين دي مغربيين اول ننطلق من منطلق اننا دي مغربيين. الوقفات الاحتجاجيه التضامنيه حق مشروط ينص عليه الدستور المغربي، ينص عليه القانون المغربي، ولكن ان تبقى في اطارها وخصوصا تفرشخ الاطار.